ما حكم التسمي باسم ملاك بالفتح أو ملاك بالكسر للأنثى؟ وما هو قولكم في من يقول بأن هذا لا يجوز لأن هذه الكلمة مأخوذة من الملك وهم الملائكة، ولا يجوز مشابهة الملائكة في ذلك؟ وهل ذلك يا فضيلة الشيخ من تسمية الملائكة تسمية الأنثى كما ورد في القرآن؟ نرجو الإجابة وفقكم الله. أنا أكره أن يسمي الإنسان ابنته ملاك أو ملاك، وأقول هل ضاقت عليه الأسماء؟ الأسماء ألوف مؤلف، وربما لا يكون عنده إلا هذه البنت، فالأسماء كثيرة، يأخذ من أسماء نساء الصحابة رضي الله عنهم، من أسماء نساء بلده. أما أن يأتي إلى أشياء فيها شك، يعني أدنى ما نقول فيها أن فيها شك، أدنى ما نقول أن فيها شك، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والأسماء الحمد لله واسعة. أما الأسماء التي فيها التزكية فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غير اسم برة إلى جويرية أو إلى زينب امرأة، ومثل ذلك أبرار لا يسمى به، لأن أبرار جمع بر، وإذا كان الرسول غير اسم برة مع أنها اسم أنثى فيها تأنيث، فكيف لا نغير اسم أبرار التي هي جمع لبر، وبر اسم مذكر. نعم.